بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ في النهاردة النت نتورك ادرس ترانسليشن. ايه حوار بقى نتورك ادرس ترانسليشن ده؟ دلوقتي احنا كنا متفقين من قبل كده ان انا عندي مشكلة فقد في الاي بي، صح؟ حليت مشكلة الفقد في الاي بي ازاي؟ نحليه الحل الاولاني لونج تيرم سوليوشن، حل على المدى البعيد اللي هو اي بي فيرجن 6، حل على المدى القريب اللي هو تكنولوجي النت. تكنولوجي مين؟ النت. تمام. ايه فكره النت بقى؟ كنا قلنا فيها ان جت منظمه الايانا بدات ان هي تاخد جزء من كل كلاس عندي، تحجزه لحاجه اسمها برايفت اي بي. يعني على سبيل المثال من كلاس ايه قطعت منه جزء مين؟ من كلاس ايه مين هو البرايفت اي بي؟ 127 في عينك. العشرات، العشرة 000 على 8 بثبت اول ايه اوكتت. تمام. من كلاس بي من 172 16 لغاية 172 31 على 12، صح؟ طيب بالنسبة لكلاس سي من 192 168 00 لغاية 169 255 255 على 16. افتكرنا؟ ماشي. يا نايت ماشي. هكهربكوا. كويس انك اقترحت ده. تمام؟ طب تعالوا نفتكر. ايه؟ فضلحتك غالية كده. تمام؟ طيب دلوقتي ده الراوتر متوصل هنا بالسويتش، والسويتش طبعا متوصل عليه اجهزه الكمبيوتر. دي منطقه اللان. تمام. في المنطقه بتاعه اللان بحط الايبهات. جت منظمه الايانا قالت لي حطي الايبهات اللي على مزاجك، بس بشرط. ايه هو الشرط؟ تكون الايبهات اللي جوه دي كلها في الرينج بتاع البرايفت اي بي. في الرينج بتاع ايه؟ البرايفت اي بي. يعني مثلا على سبيل المثال ده عشرات، واتاكد برضو ان ده عشرات، لازم الاثنين يكونوا في نفس النتورك اي دي. ليه؟ لان الاي بي ده بتاع الراوتر هو الجيت واي على اجهزه الكمبيوتر، فلازم اساسا يبقى في كونكتيفيتي ما بينهم، لان الاي بي بتاع الجيت واي هو اللي هيطلع اليوزرز بعد كده على الانترنت. تمام. طيب من الناحيه دي بقى الاي بي دي بتبقى بابليك اي بي، بتبقى ايه؟ بابليك اي بي. تمام. ايه فكره النت بقى؟ قال لك جهاز الكمبيوتر ده مثلا واخد اي بي 192.168.1.1. تمام. وانا عندي جهازي في البيت 192.168.1.1، والجهاز في الفرع الثاني في الشركه 192.168.1.1. ازاي ما عملوش كونفليكت مع بعض؟ لان الراوتر ساعتها متطبق عليه تكنولوجي اسمها النت نتورك ادرس ترانسليشن. ترانسليشن معناها ترجمه. ترانسليشن معناه انه بياخد الاي بيهات البرايفت يترجمها للبابليك اي بي. معنى كده ان اي جهاز دلوقتي جوه اللين هنا هيتشاف بره بمين؟ بالبابليك اي بي. تمام. تعالوا نتاكد. لو جيت دلوقتي كده على كارت الشبكه عشان اشوف واخد اي بي كام، دبل كليك ديتيلز، واخد اي بي 192.168.1.107. يلا بسرعه. واخد اي بي كام؟ 107. ورغم كده لو جيت دلوقتي ادخل على جوجل، في مواقع كتيره جدا بتجيب لي الاي بيهات بتاعتي. طبعا الموقع ده عباره عن ايه؟ سيرفر موجود على الانترنت. لما السيرفر اللي موجود على الانترنت يحاول ان يدخل على جهازي عشان يجيب الاي بي، كبيره هيلقط مين؟ البابليك اي بي. فلو انا جيت هنا في جوجل وكتبت له ماي اي بي، اي موقع من المواقع دي الاولاني ده مثلا، تمام؟ زي ما اتفقنا هيحاول يجيب الاي بي بتاعي، هيجيب مين؟ البابليك اي بي. هيجيب مين يا شباب؟ البابليك اي بي. واضحه كده؟ تمام. نتاكد اكتر واكتر من السيناريو اللي احنا بنقوله ده. كنت قلت لكم على سبيل المثال كان في موقع كده ثقيل كده شويه اسمه رابيت شير. هو الرابيت شير ده عباره عن ايه؟ موقع كنا بنعمل من عليه داونلود وابلود. رخامه اصلا الموقع ده انه ما كانش بيسمح باثنين داونلود في نفس الوقت، فليجي اليوزر رقم ايه يعمل داونلود من رابيت شير، يبدا يعمل داونلود عادي. يجي اليوزر رقم بي يعمل داونلود من رابيت شير، يطلع في وشه كده يروح قايل له يور اي بي از اوريدي داونلودنج ا فايل رايت ناو. الاي بي بتاعك دلوقتي بيعمل داونلود. اليوزر بي ما بيعملش داونلود ولا حاجه، امال
اللي بيحصل هو الرابيت شير شايف الاثنين بنفس البابليك اي بي. تمام؟ يعني انا فاكره زمان قوي اول نت دخلناه في بيتنا كان 2005. تمام؟ كنا واخدين خط من سايبر وصله من سايبر. طب ثانيه جهاز بي يجي يعمل داونلود يروح طالع في وشه كده يقول له يور اي بي از اوريدي داونلودنج ا فايل رايت ناو. تمام؟ زي ما قلت لكم مثلا انا نفسي اول نت خالص كان مثلا اجي اعمل داونلود من رابت شير كان في مسلسل بعمله داونلود يعني كل ما اجي اعمل داونلود يروح طالع لي كده يور اي بي اوريدي داونلودنج. الراجل صاحب السايبر بصراحه كان راجل غلبان قوي سايبها ادمن ادمن. تمام؟ اكون نكت عليه من بعيد ارست الراوتر وايدي جهاز على داونلود تك الحق انا الاول. تمام؟ فده فعلا عايز فده فعلا ايه تاكيد للكلام بتاعنا ان كله اصلا كل البرايفت اي بي ظهر بره بايه ببابليك اي بي. واضحه كده؟ تمام. وقلنا قبل كده عاده الجزء ده اصلا بنستخدمه او بنحوله لدي اتش سي بي سيرفر. دي اتش سي بي سيرفر يعني ايه؟ يعني بوزع اي بي هات صح على الاجهزه بتاعه اللان وعملنا الكلام ده بايدينا. طب والطرف ده عاده بنشغله كدي اتش سي بي كلاينت. يعني ايه دي اتش سي بي كلاينت؟ يعني كل ما الراوتر اعمل له ريستارت يروح يكونكت على السيرفيس بروفايدر. ما هو في النهايه الراوتر ده كونكتد بالسيرفيس برايدر والسيرفيس برايدر هو اللي مطلعني على الانترنت صح. يقوم الراوتر كل ما بعمل له ريستارت يكونكت على السيرفيس برايدر ياخد منه اي بي جديد. تمام؟ عشان كنا قلنا لو انا حبيت ان انا اثبت الاي بي يبقى ساعتها لازم اعمل ايه؟ اشتري اساسا الاي بي ده. اشتري ايه؟ الاي بي ده. في اي مشاكل كده؟ تمام. في عندي كام نوع بقى من انواع النت؟ قال لي عندي ثلاث انواع من انواع النت. النوع الاولاني static اللي بنسميه 1-2-1 mapping. بنسميه ايه؟ 1-2-1 mapping. تمام؟ النوع الثاني dynamic. النوع الثالث bit port address translation وده بنسميه 1-3 mini 1 mapping. بنسميها شباب ميني تو 1 mapping. نمسك بقى نوع نوع كده. اول نوع اللي هو الستاتيك. ستاتيك يعني ايه؟ يعني سي دلوقتي مثلا ان انا عندي 10 اي بي هات برايفت عايزين يطلعوا انترنت هشتري لهم 10 اي بي هات بابليك. هشتري لهم ايه؟ 10 اي بي هات بابليك. الاي بي الاولاني عايز يطلع انترنت هيستخدم الاي بي الاولاني، الثاني عايز يطلع انترنت هيستخدم الاي بي الثاني انسون. انا كده وفرت اي بيات؟ لا، بس انا عملت حاجه كويسه. ايه هي؟ سكيورتي. ان دلوقتي اي حد بره ما يعرفش ان هو يدخل على الاي بي البرايفت بتاعي كسكيورتي. هو شايف ايه؟ البابليك اي بي بس. هي دي الميزه الوحيده؟ لا، في اوبشن معين كده هناخده النهارده في اخر اليوم باذن الله. هعدله بطريقه معينه هنكتشف ساعتها ان الاستاتيك ده مهم جدا فوق ما تتخيلها. تمام؟ ده بالنسبه للاستاتيك. طب بالنسبه للديناميك، سي دلوقتي ان انا عندي 10 اي بي هات جوه اللين. تمام؟ هشتري لهم مثلا 3 اي بي هات بابليك. الاي بي الاولاني عايز يطلع انترنت هيستخدم الاي بي الاولاني، الثاني هيستخدم الاي بي الثاني، الثالث هيستخدم الاي بي الثالث ووقفت. طب انا عندي دلوقتي اليوزر الرابع هيعرف يطلع انترنت؟ لا، ليه؟ مفيش افيلابل بابليك اي بي ليه. تمام؟ طب ده منطقي؟ يبقى معنى كده ان الديناميك ليه لازمه؟ لا، ملوش لازمه. طب ايه رايكم؟ هنكتشف برضو النهارده في اخر اليوم ان هو مهم جدا فوق ما تتخيلوا. في اوبشن معين هعدله فيه بحيث ان احنا نكتشف ساعتها قد ايه هو مهم. تمام؟ وبالمناسبه ستاتيك بنسميه 1-1 مابنج. يعني ايه؟ كل اي بي كل 1 بعمل له مابنج ربط باي بي الصوت. تمام؟ طب بالنسبه للبيت وده اشهر نوع فيهم والشائع قال لك فيه سي دلوقتي ان انا عندي 10 اي بي هات جوه اللين. تمام؟ كلهم هيطلعوا باي بي واحد بس اللي هو البابليك اي بي. حتى مش هشتري اي بي، ده هو البابليك اي بي اللي جاي مع الخدمه اللي جاي مع الراوتر. تمام؟ كل الناس هتطلع بايه؟ بابليك اي بي واحد بس. وعشان كده بنسميه ميني تو 1 مابن. كل الناس بتطلع ب 1 اي بي. اب تو ذيس بوينت في اي مشاكل؟ تمام. عايز افهم بقى فكره البيت بورت ادرس
ترانسليشن، بورت ادرس ايه ترانسليشن. ازاي البات اصلا بيشتغل؟ ازاي قدروا ان هم يخلوا عدد كبير من الاي بيهات يطلع باي بي واحد بس؟ صح. تعالوا ناخد كده السيناريو كنا اخدناه مع بعض قبل كده، تكنولوجي كده درسناه مع بعض، وازاي ان هم يستخدموا او استخدموا التكنولوجي دي عشان يطبقوا الحوار بتاع البيت. انا هفترض دلوقتي ان ده سويتش، السويتش ده موزع على مجموعه من الاجهزه A B C، تمام، والناحيه الثانيه في عندي سيرفر سي مثلا، فايل سيرفر او ويب سيرفر، نخليه ويب، ويب سيرفر، تمام. اكيد طبعا كل كاس كمبيوتر ليه اي بي والويب سيرفر ليه اي بي، تمام. فهفترض دلوقتي ان كاس A الاي بي بتاعه 10.0.0.1. فاكرين لما كنا قلنا ان كاس الكمبيوتر بيطلع من اي بورت كام؟ ها، راندوم، من اي بورت ايه؟ راندوم، صح. ابتداء من كام؟ انا عندي البورت كلها اساسا كام يا علي؟ كله بالظبط 65,056، صح، اللي هو من 0 لغايه 65,055، صح. اليوزر بيطلع من انهي بورد؟ راندوم، في الكاتيجوري بتاع اليوزر ديفاين اللي هو ابتداء من 1024 لغايه 65,000 وشويه. واضحت؟ طب والسيرفيس او الديستنيشن؟ على حسب السيرفيس اللي انا داخله عليها. يعني مثلا في السيناريو بتاعي الويب هلسن على بورد كام؟ 80 بالظبط، تمام. فهفترض دلوقتي ان كاس ايه الاي بي بتاعه 10.0.0.1 صدفة طلع من بورت 2000، في مشكلة؟ اهو بورت راندم اكبر من 1024، تمام؟ طب بالنسبة لكاس بي الاي بي بتاعه 10.0.0.2 صدفة طلع من بورت 2000، في مشكلة؟ لا عادي. ليه؟ لان السوكت على بعضها متغيرة. ايه السوكت ده؟ كلمة سوكت قلنا قبل كده مع بعض ان ده معناها الاي بي والبورت، ان ده عباره عن ايه يا شباب؟ الاي بي والبورت الاثنين مع بعض كده بنسميهم سوكت، بنسميهم ايه؟ سوكت، تمام. طب بالنسبه لكاس تي 10.0.0.3 صدفه طلع من بورت 2000، برده مفيش عندي مشكله لان السوكت على بعضها متغيره. مين اللي غير السوكت في الثلاثه؟ ان الاي بي اساسا متغير، تمام. طب بالنسبه للديستنيشن اللي هو الويب، هفترض ان الاي بي بتاعه 10.0.0.100، صدفة كان طالع من بورت، او سوري صدفة ايه؟ ده بيلسن على بورت كام؟ 80. واضحة؟ تمام. هما استخدموا التكنولوجي دي بقى علشان يطبقوا البيت. بمعنى تعالوا نكبر بقى السيناريو بتاعي. هفترض ان بقى عندي فيه دلوقتي راوتر ما بين السيرفر وما بين الاجهزة بتاعت الكلاينتس. ساعتها لازم طبعا اغير الاي بي ده، لان ساعتها احنا بقينا بنتكلم في بابليك اي بيز. فهفترض دلوقتي ان ده الراوتر، والراوتر ده الاي بي بتاعه 11.0.0.1 بابليك اي بي، والويب سيرفر ده 11.0.0.2، تمام، اللي بيلسن على بورد 80، تمام. ايه اللي هيحصل؟ قال لك دلوقتي اجهزه الكمبيوتر دي لما تحاول ان هي تطلع على الويب سيرفر، الراوتر جوه الميموري بتاعته، جوه الرام بتاعته، هيبيلد تيبل. التيبل ده اسمه ترانسليشن تيبل. هيبيلد تيبل اسمه ايه يا شباب؟ ترانسليشن تيبل. ايه الترانسليشن تيبل ده؟ قال لك علاقه ما بين الانسايد لوكال والانسايد جلوبال. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ دلوقتي كلمه انسايد معناها ان الاي بي بتاع الشركه بتاعتي، الاي بي ده ايه؟ بتاع الشركه بتاعتي. هو هنا في السيناريو ده مين الاي بيات بتاعت الشركه بتاعتي؟ العشرات وال11 واحد برضو بالمناسبة، ما هو ده كمان بتاع الشركة بتاعتي. بس الفرق بقى ان الانسايد لوكال معناه الاي بيهات بتاعت الشركة بتاعتي جوه اللين، انسايد جلوبال معناه الاي بيهات بتاعت الشركة بتاعتي بس من ناحية الوين، الجلوبال اللي هو الوين، تمام. لان في بعد كده اوتسايد جلوبال، اوتسايد جلوبال يعني ايه؟ الاي بيهات، كلمة اوتسايد يعني مش بتاعتي بقى، اوتسايد جلوبال يعني ايه؟ الاي بيهات مش بتاعت الشركه بتاعتي، ده الاي بي اللي انا عايزه اوصله، اللي هو في حالتي مين؟ 11.0.0.2، 11.0.0 ايه؟ 2. وضحت المصطلحات دي؟ تمام؟ تعالوا بقى نكمل التيبل اللي جوه الميموري ده. الانسايد لوكال، مين الاي بي الاولاني اللي عايز يطلع على الانترنت؟ 10.0.0.1 اللي صدفة كان طالع من بورد 2000، تمام؟ طيب الجهاز اللي بعديه 10.0.0.2 اللي كان طالع من بورد 2000،
10003 اللي كان طالع من البورد 2000، تمام؟ هيطلع على مين بقى؟ الانسايد جلوبال الاي بي اللي انا هصر بيه بره اللي هو 11001، صح؟ طب ثانيه واحده، مش انا دلوقتي اساسا بطلع من بورت راندوم، صح؟ طيب ازاي كل الاجهزه دي هتطلع من نفس البابليك اي بي؟ لان الراوتر ساعتها هيشيل الهيدر بتاع الاي بي، تمام، ويبدا يحط الاي بي البابليك بتاعه، بس الفكره كلها انه هيطلع كل كاس كانه طالع من بورت مختلف. بمعنى السيشن الاولانيه هيطلعها من بورت 2000، مش شرط 2000 بس عاده يعني طالما بورت 2000 اللي هو بتاع اول جهاز راح له افيلابل هيطلعه منه، تمام. طب بالنسبه للجهاز الثاني ينفع يطلعه من بورت 2000؟ لا. ليه؟ لان ساعتها السوكت كلها على بعضها لازم تتغير. اللي غير السوكت هنا مين؟ الاي بي. يبقى هنا مين اللي يغير السوكت؟ البورت. فسي مثلا هيطلع من بورت 2001، طبعا ما بتبقاش ارقام سيكونشال زي ما انا كاتباها كده، بتبقى ارقام راندوم، تمام. السيشن اللي بعديها ها 2002 مثلا، صح؟ تعالوا بقى دلوقتي كاس ايه عايز يطلع على الويب، هيروح للراوتر، الراوتر هيحط له الانتري دي في التيبل، الترافيك ساعتها هيروح للويب سيرفر كانه جاي له منين؟ من 11001 اللي هو جاي له من بورت 2000. قلنا تاني الراوتر في العادي ما بيشيلش الهيدر بتاع الاي بي الا اذا انا كنت مطبقه نت، ساعتها الراوتر بيشيل المعلومه بتاعه الاي بي ده خالص ويحط اي بيهات جديده اللي هو الاي بي بتاعه بورت راندوم جديد او بورت نمبر جديد، تمام. الويب سيرفر هيرد على مين؟ هو مين اللي كان طلب منه الريكوست؟ 11001 على بورت 2000، صح. اول ما الريكوست ده يرجع للراوتر، الراوتر يبص جوه الترانسليشن تيبل 11001 على بورت 2000، هو ده كان مربوط بمين؟ 10001 من بورت 2000 يروح بعت الريكوست ده لمين؟ وضحت كده؟ يعني ده معناه ان الراوتر، ده معناه ان الراوتر هيسمح لكام جهاز جوه اللان ان هم يطلعوا انترنت بنفس البابليك اي بي. على حسب عدد البورت نمبرز اللي هو من 1024 لغايه 65055، يعني تقريبا 65000 كيس، صح؟ ثيوريتيكالي نظريا. ليه؟ قال لك اصل كاس الكمبيوتر الواحد بس ممكن لوحده يكون مستخدم اكتر من سيشن. ازاي؟ تعالوا مثلا نطلع كده على اي موقع زي مثلا msn.com، تمام. لو انا جيت دلوقتي فتحت قائمه ران سي ام دي وقلت له نت ستيت مسافه ماينس ان، الامر ده لو تفتكروا كان بيوريني ايه هي البورتس المفتوحه على كاس الكمبيوتر بتاعتي، صح؟ انتر. واو ايه ده كله؟ الاي بي بتاعي 192.168.107، طلعت من بورت راندوم، كل دي الارقام اللي انا طالع منها، راح على مين؟ الاي بي ده الديستنيشن على بورت 4483. ايه ده كله؟ ده انا يا دوبك بس فتحت الام اس ان دوت كوم، ماشي اوكي، بس الام اس ان دوت كوم ده اساسا الموقع ده ممكن في الباك جراوند يكون بيشاور على اكتر من موقع، اللينك ده بيشاور على موقع، اللينك ده بيشاور على موقع، كل واحد من دول اساسا في الباك جراوند ايه؟ بيشاور على موقع. عشان كده هو يا دوبك بس، او بيشاور على اكسترنال اي بي، يعني هو يا دوبك بس موقع واحد بس انا فتحته، انا كيوزر لوحدي استخدمت اكتر من سيشن. ما هو كل واحد من دول اساسا الراوتر مسؤول ساعتها ان يحط له انتري جوه مين؟ جوه ترانسليشن تيبل، صح؟ يبقى لو انا قلت دلوقتي ان الراوتر البابليك اي بي الواحد هيخدم على كام جهاز؟ 65000 ثيوريتيكالي، لكن فعليا على حسب اليوزرز بتوعك بيفتحوا ايه وبيعملوا ايه، يعني تقريبا من 4000 جهاز ل 10000 جهاز براكتيكالي فعليا، تمام. طب افرض ان انا شركه ضخمه قوي لدرجه ان ال 10000 جهاز او عندي عدد اجهزه اكتر من 10000 جهاز، وبالتالي السيشنات ما بقتش مكفيه، ساعتها الدايناميك هينفعني قوي. هناخده في اخر اليوم هنشوف هنظبطه ازاي، بحيث ان انا اخلي كل بابليك اي بي من الثلاثه اللي انا كنت شارياهم، اخلي كل بابليك اي بي يخدم على 65000 سيشن. حد عنده اسئله لغايه دلوقتي؟ تمام. ده بالنسبه للفكره بتاعت البيت. تعالوا ندخل بقى كده على مين؟ اول لاب عندنا اللي هو الستاتيك نت، تمام؟
واللعبه كلها على فكره في الراوتنج. النيتنج اهيف مما تتخيله، مفيش اهيف من كده. دايما مشاكلي مع النت كلها فين؟ في الراوتنج. لو فهمنا ايه المشكله بتاعه الراوتنج هتلاقوا الموضوع تافه جدا باذن الله. فهناخد الاول الاستاتيك نت مره اشغله مع الاستاتيك راوتنج ومره اشغله مع دايناميك راوتنج عشان تشوفوا هتحل مشاكل الراوتنج ازاي. تمام، نبدا كده باللاب الاولاني. هنعمل لاب صغنطوط كده، راوتر ار 1 كونكتد راوتر ار 2 كالعادة، بس هغير هنا اسم الانترفيس هخليه ايه؟ بس 1 اوفر. تمام، وهوصل هنا كاس كمبيوتر بي سي عادي جدا. تمام، والبي سي ده المفروض ان انا هفتح التلت على ار 2، وطبعا في البداية لازم اقوم راوتنج. انا قايل لكم قبل كده راوتنج وبعد كده اعمل اللي على مزاجك. الراوتنج وبعد كده اعمل اكسس كنترول ليست فلتر ترافيك، مفيش مشكله. الراوتنج وبعد كده اطبق النت، بس الاول لازم الدنيا تكون شايفه بعضيها. تمام، فتاني هقوم هنا راوتنج وتبر سي مثلا في البدايه هنخليه ستاتيك راوتنج. لا احنا قلنا هنجرب الاثنين الاول. تمام، فهقوم الاول مين؟ ستاتيك راوتنج. تمام، بعد كده من الكلاينت هتلنت على ار 2. فاكرين كده كان في امر كده على الراوتر اسمه شو يوزرز او هو شو يوزرز، كان بيجيب لي مين الناس اللي داخل عليا. انا لسه ما طبقتش ناتج، هلاقي ايه اللي حصل؟ هلاقي ان الاي بي 192.168.0.100 داخل على مين؟ على الراوتر ده. داخل على مين يا شباب؟ على الراوتر ده، صح. بعد كده هطبق نت ستاتيك نت. احنا قلنا في الاستاتيك نت الفكره بتاعته ايه؟ ان كل برايفت اي بي هربطه ببليك اي بي، صح. فهقول ده مين ده؟ انت هنا؟ انا؟ هو لا اصحاب اصحاب يعني. هقول ايه؟ ان 168 ها؟ دوت 0 دوت 100. انا هفترض ان انا رحت للسيرفيس بروفايدر لقيت عنده اي بيات 50 افيلابل، مش ده بابليك اي بي؟ فاشتريت منه اي بي 50.0.0.1، اشتريت منه اي بي كام؟ 50.0.0.1. تمام؟ بعد دلوقتي ما اطبق الاستاتيك ناتج، انا ربطت الاي بي البرايفت ده بالاي بي البابليك ده. بعد ما اطبق الاستاتيك ناتج هاجي من الكلاينت اتلت على ار 2. تمام، واجي على ار 2 اقول له شو يوزرز، مين اللي داخل عليا؟ هيجيب لي مين؟ ال 50.0.0.1. هيجيب لي مين يا شباب؟ ال 50.0.0.1. وضحت الفكره؟ تعالوا نقوم بقى التوبليش ده. هعمل بس دلوقتي انيبل لللوب باك، نشتغل عليه افضل. تمام، ونعمل ديسيبل للواي فاي، مش انترستد فيه دلوقتي. تمام، نقوم بقى التوبوليج ده كده. الكلاود بنشرح الكلاود دي هربطها بالكارت اللي اسمه ايثرنت 2 اللي هو اللوب باك، صح. ولا واسحب دلوقتي ار 1 ار 2. تمام، هوصل بقى دلوقتي الكلاود بفاست 0 على 0. هو البتاع ده احنا لسه هاجي بس اوصل هنا موديولز. اثنين فاست ايثرنت فاست 0 على 0 وفاست 1 اوفر 0 فاست 0 على 0. ونستر كده الانترفيسز. نكونكت كده. تمام، اول خطوه كالعاده ايه؟ اي بي هات، صح. كونفيتي او هي دي اللي فاكرها. ها انترفيس شباب فاست 0 على 0. هقوم اضربك يا ارتاحي، ركز هنا، ركز هنا. يلا 168 دوت 0 دوت 1 ونو شوت
داون والانترفيس الثاني فاست 1 اوفر 0 اي بي ادرس 11001. احنا مخلينه على 30 صح؟ نو شوت داون تمام. الراوتر الثاني ار 2 الانترفيس الاولاني فاست 0 على 0 اي بي ادرس تمام. وبالمره هنزل تحت اللاين في تي واي واقول له نو لو اقول له يا شباب نو لو تمام كده. طيب محتاجه اقوم راوتنج بقى دلوقتي. قبل ما اقوم راوتنج صحيح بالمناسبه بس الفيسه دي كلها تمام عايزه باجي بس اجي على كارت الشبكه كليك يمين بروبرتيز واجي على تي سي بي اوفر اي بي 0 مية بس هحط هنا الجيت واي كام؟ 01 تمام. البي سي ده دلوقتي الجيت واي بتاعه كام؟ 01 صح. طيب ار 1 احنا دلوقتي قلنا اول حاجه هنعملها ستاتيك راوتنج تمام. ار 1 هيبقى شايف ايه في الراوتنج تيبل؟ شايف ودي الشبكات الدايركت والنتد صح. يبقى مش محتاج اعمل عليه حاجه. ار 2 شايف ايه في الراوتنج تيبل؟ ال 11 بس ناقصه ال 100 وال 330. يبقى ده انا اللي هحتاج ان انا اعمله بيلد بطريقه ستاتيك تمام. فهاجي هنا على ار 2 واقول له اي بي راوت اني لو عايز اوصل ل 192 168 دوت 0 دوت 0 اللي السبنت ماسك بتاعها صح. ايه رايكم هنا الافضل اكزيت انترفيس ولا نيكست هوب اي بي ادرس؟ طب نيكست هوب اي بي ادرس لان الشبكه دي شبكه برودكاست صح. انتر كده المفترض ان الدنيا عندي تمام وشغاله. لو انا جيت دلوقتي من البي سي نبند كده بس الاول على 11002 في كونكتيفيتي وزي الفل اهو. تعالوا نتلنت بقى تمام. عشان ان انا اتلنت في مشكله بس عندي ان ابتداء من ويندوز 7 مايكروسوفت شالت اساسا التلنت كلاينت من الويندوز فانا اللي لازم اسطبه. ازاي؟ هدخل تحت كنترول بانل تحت بروجرامز اند فيتشرز تمام واقول له تيرن فيتشرز اون اور اوف واحط هنا علامه صح على تلنت كلاينت. الديفولت انا اللي حاطه دي. الديفولت هتلاقوها مش موجوده وساعتها لو مش موجوده ابتداء من 7 بالظبط تمام. لو مش موجوده تيجي في الدوس تقول له تلنت هيقول لك الامر مش حوار مش هيتلنت هيقول لك اصل الامر doesn't exist not recognized تمام. انما دلوقتي لو جيت اتلت تعالوا كده بقى نيجي من الدوس هقول له هنا تلت على 11002 دخلني فعلا على ار 2 ولا لا. طيب لو جيت دلوقتي على ار 2 وقلت له شو يوزرز عشان اشوف مين اللي دخل عليا قال لي مين اللي دخل عليا الاي بي البرايف الاي بي مين البرايف تمام. لا انا هقول له دلوقتي اكزت ونبدا بقى نطبق النت الاستاتيك نت. احنا قلنا في الاستاتيك نت هعمل ايه؟ هربط دلوقتي الاي بي 192 0100 ببابليك اي بي صدفه لقيت عند السيرفيس بروفايدر اي بي افيلابل اللي هو 50001 فاخدته منه تمام. فهاجي دلوقتي على ار 1 عشان اطبق دلوقتي النت الاستاتيك نت هقول له اي بي نت انسايد سورس static تمام. تعالوا كده بقى نقرا الاول الامر. يا راوتر الله يكرمك انا عايز اطبق النت. طب مين هو السورس بتاعك؟ الانسايد. مش السورس بتاعي هو الانسايد. نوع النتنج ده عايزاه ايه؟ static. لما استخدمت الهيلب لقيته طالب مني الاي بي الانسايد لوكال. مين الاي بي الانسايد لوكال؟ الاي بي البرايف. طب نستخدم الهيلب تاني لقيته طالب مني المره دي الاي بي اللي هو انسايد جلوبال. الاي بي الانسايد جلوبال بالظبط 50001 اللي انا شاريه ده تمام. لو استخدمت الهيلب كده خلاص اقدر اضغط ايه تمام. بدل ما اضيع وقت لو جيت اتست دلوقتي كل حاجه هلاقيها فيل تمام. هلاقي الدنيا كلها لذلك متشافه بره بايه بالبرايفت اي بي تمام. قبل ما اقول لي
اول لما ضغطت انتر دلوقتي كريت لي انترفيس وهمي اسمه نيل فيرتشوال انترفيس. اسمه ايه يا شباب؟ شو اي بي انترفيس بريف. كريت لي فعلا هنا انترفيس وهمي تمام، واخد اي بي الراوتر ذات نفسه، واخد اي بي ايه الراوتر ذات نفسه تمام. ليه بقى بقول لكم دلوقتي كل اللي انا كل التست اللي انا هعمله فيه؟ فاكرين الاكسس كنترول ليست؟ ما كانش كفايه ان انا اكتب الجمل بتاعتي، كان لازم انزل تحت الانترفيس واطبق جمل الاكسس ليست. نفس الكلام هنا بالظبط، مش كفايه ان انا اكتب جمله النت بتاعتي، المفترض ان انا هنزل تحت الانترفيس واطبق النت. هنزل تحت الانترفيس واطبق مين؟ النت. تمام؟ ازاي بقى؟ قال لك دلوقتي بفرض ان ار واحد كونكتد بار 2، ار 2 ده اللي رابطني بالانترنت لان ده الراوتر بتاع السيرفيس او الاي اس بي انترنت سيرفيس بروفايدر صح، وكونكتد بالفرع الثاني للشركه بتاعتي ده برانش اهو تمام. فالمفترض دلوقتي ان الترافيك لما يجي يطلع من اللان دي طالع على الانترنت اطبق عليه نت، عشان الاي بيهات البرايفت لما تيجي تطلع الانترنت تظهر بالبابليك اي بي، لان لو حصل اساسا ان احنا عملنا ديسيبل للناتنج ايه اللي هيحصل؟ كونفليكت على مستوى العالم صح. وعلشان كده انا روح البيت وجربها، تعالى كده على الراوتر بتاعك اعمل ديسيبل للنت، ادخل على الصفحه بتاعت الدي اس ال مودم وشيل علامه الصح من على النت، هتلاقي نفسك ما طلعتش انترنت، النت وقع. ليه؟ لان كل السيرفيس بروفايدر عاملين حسابهم اصلا ان هم يعني اكيد مش تراستد في العملاء، عميل ممكن يستهبل وما يطبقش نت، وبالتالي هيحصل كونفليكت على مستوى العالم، ده ما ينفعش. وعشان كده كل السيرفيس بروفايدرز عنده مجموعه من الاكسس كنترول ليست رولز، جمل الاكسس كنترول ليست على الراوتر بتاعه بيقول فيها ان لو جاله ترافيك برايفت يعمل له دروب، مش هيطلعه اساسا انترنت. واضحه؟ فتاني لو انا دلوقتي جالي ترافيك من الشبكه دي 192.168.0.0 عايز يطلع الانترنت عن طريق السيرفيس برايدر هطبق عليه نت، لكن لو جالي ترافيك من اللان دي عايزاه يوصل للفرع الثاني للشركه بتاعتي انا عايزاه يحصل عليه راوتنج عادي مش نت، ما هو فعلا انا عايزه الشبكه دي والشبكه دي فعليا يشوفوا بعض ومش هيعملوا كونفليكت هنا ليست لاين مثلا خط متاجر بينا بس، انما مش انترنت خالص تمام. يبقى ساعتها لازم احدد النت هيتم على انهي انترفيس، فانا هنزل تحت الانترفيس ده واقول له ده الانسايد، وانزل تحت الانترفيس ده واقول له ده الاوتسايد. يبقى ده معناه ان الترافيك طالما جاي من ده اند طالع من ده يطبق على النت، لازم الشرطين يطبقوا عليه. لكن لو طالع من ده مش ده انسايد، مش انا قلت له ان ده الانسايد طالع من ده ورايح كده، الشرط الثاني ما اتحققش، ده مش الاوتسايد، يبقى ده راوتنج عادي. يبقى ده ايه؟ راوتنج عادي. وضحت؟ فهنا عشان الكلام ده نطبقه هنزل تحت التو انترفيسز فاست 0 على 0 اقول له اي بي نت انسايد، وانزل تحت فاست 1 على 0 اقول له اي بي نت اوتسايد تمام. فهنزل هنا تاني تحت فاست 0 على 0 اقول له اي بي نت انسايد، وانزل تحت الانترفيس فاست 1 اوفر 0 واقول له اي بي نت اوتسايد. اخدتوا بالكم لما انا قلت له اي بي نت انسايد يعني طول ثانيه كده ولا ثانيتين، هنك كده ثانيه ولا ثانيتين صح؟ ليه؟ النت علشان يشتغل لازم حجم الميموري حجم الرام بتاع الراوتر لازم يكون اكتر من 128، ودي كانت بتعمل لي مشكله اصلا في الاي او اس القديم 3725 لان حجم الميموري بتاعته كام؟ 128، فكان لازم قبل ما اطبق النت اعلي الرامات، لو نسيت اعلي الرامات وجيت اقوم اللاب الاقي عند الخطوه دي الدنيا هيست والراوتر هنج، ما فيهوش حل غير ان انا اعمل له ريستارت من الاول خالص، وبالتالي لو انا مش شايفه كونفيجريشن هتبقى مشكله تمام. فكنت بلجا الاول ان انا اعلي الرامات، فحالتي دلوقتي خلاص لان الراوتر اللي احنا شغالين عليه الموديل ده حجم الميموري بتاعته 256. طب مثلا لو حبيت ان انت تعلي الميموري كليك يمين كونفيجر، وساعتها لازم الراوتر يكون شوت داون مش شغال زي دلوقتي، وتيجي هنا على ميموري، الميموري هنا كام؟ 256، عشان كده النت يشتغل، لو 128 النت بتاعك مش هيشتغل. وضحت؟ تمام. وقلت لكم تاني عشان تغير الميموري لازم الراوتر يكون شوت داون تمام. تعالوا نتست بقى، هاجي كده من البسي نبنج الاول كده على ال 11. ايه ده؟ هو وقع ولا انا بتهيألي؟
ثانية واحدة كده، لو جيت دلوقتي على ار 2 هو الدنيا وقعت ليه؟ ما هو في حاجة، طالما انا جيت ابنج ولقيت الريبلاي مفيش يبقى استسهل بقى وما نعملش تلت، لان اساسا طالما النتورك لاير وقع الابلكيشن مش هيشتغل صح؟ ايه اللي وقع الشبكة عندي؟ ايه اللي وقع الشبكة عندي دلوقتي؟ انتوا كنتوا بتتراهنوا على ان انا عارفة اللي ماشي اوكي. ها ايه اللي وقع الشبكة؟ ايه؟ راوتر ارون شت داون مش هيبقى شت داون؟ لا مش شت داون. هو دلوقتي عليها الكابتشر واحنا عايزين نعمله تمام. ها؟ ايه بقى؟ حاسس ان مش طيب لو انا جيت دلوقتي عند ار 2 وقلت له شو اي بي راوت كنت بتقول يا عبده معلش؟ لو انا جيت عند ار 2 قلت له شو اي بي راوت مش المفترض دلوقتي ان الكلاينت لما جه يبنج على ار 2 لما جه يطلع من هنا ار 1 هيعمل ايه؟ هيشيل الهيدر بتاع 168 ويحط كام؟ 50. فدلوقتي الترافيك لما وصل لار 2 ظهر باي دي كام؟ مطلوب ساعتها من ار 2 انه يرولاي على ال 50. مشكلتي دلوقتي ان في الراوتنج تيبل مفيش 50 وفي نفس الوقت ده شايف البرايفت اي بي. لو جيت دلوقتي من ار 2 ابنج على البرايفت اي بي هيشوفه صح؟ ده كسكيورتي صح؟ لا. يبقى الحل كان ايه؟ الحل اصلا ان انا اجي عند ار 2 من الاساس ما كنتش اخليه يشوف مين؟ البرايفت اي بي. امال يشوف مين؟ اي بي راوت. ان لو عايز اوصل لشبكه ال 50 زي مثلا ان البريفكس بتاعها كذا من خلال 11001. يبقى دلوقتي ار 2 لما يكون عايز يوصل لشبكه كام؟ ال 50 يبعت على ار 1. ار 1 شايف ال 50؟ هو ار 50 على ارض الواقع doesn't exist، بس ار 1 شايفه في الترانسليشن تيبل ان هو بيشاور على الاي بي ده. تمام؟ تعالوا بقى دلوقتي كده تيست. لو جيت دلوقتي من البي سي وجيت ابنك في ريبلاي وساعتها لو جيت اتلنت دخل اهو صح؟ ولو جيت دلوقتي عند ار 2 وقلت له هو مين اللي داخل عليك؟ قال لي مين؟ 50001 صح؟ وساعتها لو جيت عند ار 1 كده عشان اشوف الترانسليشن تيبل عندي امر شو اي بي نت ترانسليشن. شو اي بي نت ايه؟ ترانسليشن. قال لي دلوقتي في عندك نوعين من الترافيك تمو، الاي سي ام بي لان انا بنكت، والتي سي بي. تعالوا نشوف كده التي سي بي ده بتاع ايه. الاول الانسايد لوكال، مين هو الانسايد لوكال؟ الاي بي بتاع مين؟ البرايفت. تمام؟ طالع من بورت كذا. تمام؟ الاي سي ام بي بالمناسبه ده ليه رينج كده من البورتات لوحده من 1 لغايه 8 او من 0 سوري لغايه 8. تمام؟ طيب الانسايد جلوبال، مين الانسايد جلوبال؟ الاي بي البابليك اللي من ناحيه الراوتر. تمام؟ طيب شوفوا نفس البورت بالنسبه للتي سي بي. الاوتسايد جلوبال والاوتسايد لوكال في حالتي نفس السيناريو. تمام؟ الاوتسايد لوكال او الاوتسايد جلوبال انا رايحه على مين؟ 11002 على بورت اللي هو التلت. واضحه؟ طبعا المفترض ان الاي سي ان دي اختفى اهو الحمد لله. تمام؟ ليه بقى؟ لو انا جيت هنا قلت له اكزيت فترة بسيطة جدا وهلاقي السطر ده اختفى. ليه؟ لأن التي سي بي أو التلت معتمد أساسا على 3 وي هاند تشيك، وفي حالة الفينش في حالة الترمينيت للسيشن بيبعت فينش صح؟ إنما بالنسبة للأي سي إم بي، الأي سي إم بي أساسا ما بيمرش من مرحلة لا 3 وي هاند تشيك ولا 4 وي هاند تشيك في مرحلة الترمينيت، وبالتالي بيعتمد على تايمر. أول ما خلاص جهاز السورس بطل يبعت بنج يصبر عليه شوية بس كده، وبعد كده السطر بتاع الأي سي إم بي يختفي. انما التي سي بي المفترض يعني ايه؟ المفترض ان هو ايه؟ يختفي اسرع. بس ام نوت شور ليه ما اختفاش بسرعه كده. فلو انت دلوقتي عايز تخفي اسرع تقول له ايه؟ كلير اي بي نت ترانسليشن ستور. لو جيت المره دي اقول له بقى شو؟ ها التي سي بي والاي سي ام بي كده كده كان مختفي. تمام؟ ما فضلتش غير الانتري الرئيسيه خالص، ده اللي انا حطاه كامر عندي على النت. في اي مشكله في كده؟ طيب
ده الليفل الاولاني ان انا قومت ايه الستاتيك نت بس مع مين ستاتيك راوتينج. ستاتيك ايه راوتينج زي ما قلت لكم انا دايما مشاكلي بتبقى في الراوتينج. شفتوا المشكله كان فيه ان ار ان مش قادر يرد على ال 50 بس تمام. بالمناسبه بدل ما كنت تسطبوا التلنت اصلا كان ممكن تستخدموا برنامج تيرا تيرن شغال برضو زي الفل. هعمل لكم دي هعمل لكم دي ماشي. ندخل بقى في الاستاتيك نت بس مع الديناميك راوتينج نشغل بروتوكول مين اللي انتوا عايزين اي اي جي ار بي. حاضر. طيب هقول لك على حاجه يا رفاعي هستاذنك ان انا هسطب الاي اي جي ار بي لسبب لان الاو اس تي اف هحله بطريقه واحده انما الاي اي جي ار بي هحل مشكلته بطريقتين. يعني في طريقه في الاي اي جي ار بي مش موجوده في الاو اس تي اف تمام. في طريقه مشتركه ما بينهم وطريقه زياده في الاي اي جي ار بي ده اللي احنا نقدر نستوعبه في المرحله بتاعتنا في السي سي اي. في طرق ثانيه انا كاتبها لكم كلها في الملف. الملف اللي معاكم ده اساسا حطيت فيه كل الافكار اللي ممكن تقابلها لغايه ليفل السي سي اي. الملف ده مقفل لغايه السي سي اي. مالك يا تنحت ليه كده تمام. تعالوا نقوم بقى دلوقتي دايناميك راوتينج. فهلغي هنا الاستاتيك راوتينج اكزت بس كده هنا خلاص اوكي ده اكزت تمام. وبالتالي لو جيت ابنج بنج الدنيا وقعت تاني صح. نقوم بقى مين الاي او جي ار بي. حاضر. هنزل دلوقتي تحت راوتر اي او جي ار بي 1 واقول له نتورك 192.168.0.1 لو هنشتغل صح. والنتورك التانية مش كده. واجي عند ار 2 نتورك كام صح. خدوا بالكم انا ما لغيتش الناتنج. اوامر الناتنج زي ما هي. لو انت عايز تلغي النت هتلغي الامر اللي احنا كتبناه في كونفيجريشن مود وتنزل تحت الانترفيس تلغي برضو الامر بتاع اي بي نت انسايد واي بي نت اوتسايد تمام. شو رانينج انكلود نت اوامر الناتنج او الستاتيك ناتنج زي ما هي تمام. لو جيت دلوقتي بقى من البي سي ابنج وقعت في نفس المشكله. ايه هي؟ ان ار 2 دلوقتي شايف ايه في الراوتنج تيبل؟ او ناقص مين للدقم الخمسين. هيجيبها منين صح. وفي نفس الوقت لو انا جيت عند ار واحد تحت الراوتر او تحت الراوتر اي او جي ار بي وقلت له نتورك 50 انا قلت قبل كده ان الامر بتاع النتورك ده مش بيذيع شبكه. انا كده ده مش معناه بالظبط كده مش معناه ان انا باخد شبكه ال 50 واوزعها لار 2. ده معناه انه بيدور على الماتش الانترفيس اللي واخد اي بي 50 ويشتغل عليه واول ما يشتغل عليه ياخد الشبكه بتاعته ويزح. طب ما انا مشكلتي دلوقتي ان ار واحد في ارض الواقع معلوش ولا انترفيس 50 صح. احل المشكله دي ازاي؟ يا سلام كريت لي انترفيس وهمي 50 سهل قوي. والحل ده شغال على الاو اس تي اف وشغال على الاي اي جي ار بي تمام. يبقى هنزل هنا تحت الانترفيس مثلا لوب باك وات ايفر واحد مثلا وادي له اي بي ادرس 50.0.0.1 تمام. وبعد كده انزل تحت الراوتر اي اي جي ار بي 1 واقول له نتورك كام 50 او للدقه انا عملتها 50 جنرال كان الصح اعملها بوايلد كارد كل الصور 50.0.0.1 وايلد كارد كل الصور تمام. لو جيت دلوقتي عند ار 2 وقلت له شو اي بي راوت صح بالظبط كده الشبكه بتاعتي المفترض ان هي تبقى بينجابل. وطالما بينجابل لو جيت ان انا اتلنت دخل وساعتها لو جيت عند ار 2 قلت له هوم وضحت تمام. دي طريقه وزي ما قلت لكم الطريقه دي افيلابل على مين اي او جي ار بي وافيلابل كمان على او اس تي اف. طيب تعالى نلغي الانترفيس الوهمي اللي احنا عملناه او بالمره كمان الغي هنا الخمسينات من تحت البروسيس وانزل تحت انترفيس لوب باك 1 تمام. شو اي بي انترفيس بريف ها انترفيس لوب باك خلاص
وبالتالي رجعت لنفس المشكله ان ار 2 لو قلت له انا شو اي بي راوت مش شايف تمام. في حل تاني، في كذا حل بس اتفقنا ان في المرحله بتاعتنا هناخد حلين بس تمام. الحل التاني ده مناسب للاي اي جي ار بي بس. مناسب لمين؟ للاي اي جي ار بي بس. ايه هو دلوقتي؟ انا ممكن ان انا اعمل ستاتيك راوت يشاور على شبكه ال50. ثانيه واحده، هي ال50 على ارض الواقع اكزيست؟ لا. دلوقتي قلنا شبكه ال50 على ارض الواقع doesn't exist، فانا ممكن اعمل له ستاتيك راوت بيشاور على مين؟ ايه رايكم لو قلت له اي بي راوت ان لو عايز اوصل لشبكه ال50 اللي السبنت ماسك بتاعها كذا هرمي على نال زيرو. ايه نال ده؟ فاكرين كنا قلنا نال ده انترفيس وهمي على ارض الواقع doesn't exist، كتشبيه كانه ريسايكل بين. ده حتى انيل من ريسايكل بين. الريسايكل بين ينفع انا ارجع منها داتا؟ ده لا. تمام؟ يبقى انا كده بقول له يا ار واحد اي حد عايز يوصل لل 50 ارميه على النار، لان ال 50 فعلا زي ما اتفقنا على ارض الواقع doesn't exist. ايه لازمه اللي انا عملته؟ لو انا جيت دلوقتي وقلت له شو اي بي راوت على ار واحد، لقيته بيقول لي ان لو عايز اوصل لشبكه ال 50، فاكرين لما كنت قلت لكم لما بستخدم الاكزيت انترفيس بيعتبره كانه دايركت كونكتد؟ هو دايركت كونكتد؟ لا، بس طالما اعتبره كانه دايركت كونكتد اقدر ساعتها ان انا اشغل عليه الاي اي جي ار بي. يعني الراوتر دلوقتي بيعتبر كانه فعلا على ارض الواقع عنده شبكه خمسينات، وطالما عنده شبكه خمسينات بالظبط. تمام؟ تعالوا كده نجرب الكلام ده. لو انا قلت له حتى هذه اللحظه لو جيت عند ار 2 قلت له شو اي بي راوت مفيش خمسينات، هاجي هنا تحت راوتر اي اي جي ار بي 1 واقول له نتورك 50. لو جيت دلوقتي عند ار 2 شو اي بي راوت، وبالتالي لو جيت ابنك وطالما في ريبلاي لو جيت اتلت هيدخل اقول له شو يوزرز، هيجيب لي مين؟ 50001 هو اللي داخل عليا. واضحه؟ الحل ده مناسب للاي اي جي ار بي بس، مش شغال مع الاو اس بي اف. تمام؟ يبقى انتوا عندكم دلوقتي الحل بتاع، سيبكم من الحل بتاع الريدستريبيوشن. الريدستريبيوشن ده ان شاء الله انتوا هتاخدوه في السي ام بي اللي هيكمل فيكم السي ام بي ان شاء الله. تمام؟ وده الحل اللي انا لسه عاملاه. تمام؟ نتورك 50، وده الحل بتاع الانترفيس لوب باك. تمام؟ وده برضو حل تبع ايه؟ الريدستريبيوشن. برضو احنا مش عارفين ايه الريدستريبيوشن ده. up to this point في اي مشاكل؟ نلغي بقى كل اللي احنا عملناه عشان نبدا نشغل مين؟ الدايناميك نت. احنا قلنا الدايناميك نت الفكره بتاعته ايه؟ ان انا هبقى شاريه مجموعه من البابليك اي بيز. الاي بي الاولاني يطلع عن طريق الاي بي البابليك الاولاني، الثاني عن طريق الثاني، الثالث عن طريق الثالث، ووقفت. صح؟ ايه؟ اكتر من كده مش بالظبط. تمام؟ لو راوتر اي اي جي ار بي 1. تمام؟ الدايناميك نت. طبعا زي ما انتوا شفتوا انا لغيت كل حاجه خالص، الحاجه الوحيده دلوقتي اللي موجوده على التوبولوجي بتاعي اي بي هات. تمام؟ وعند ار 2 مفتوح عليه التلنت بس. وبالتالي لو جيت دلوقتي هنا من البي سي اتلنت كده المفروض بينج اسيا الدنيا واقعه. ليه؟ مفيش ايه؟ مفيش راوتنج، الدنيا واقعه كراوتنج. تمام؟ تعالوا بقى نقوم بالدايناميك نت. فكره الدايناميك نت زي ما اتفقنا معتمده على ان انا بشتري مجموعه من الاي بي هات. مجموعه منين؟ من الاي بي هات. ف
فافترض دلوقتي ان انا جيت دلوقتي عند ار واحد لقيت عند السيرفيس بروفايدر مجموعه من الاي بيهات اللي هي من 50.0.0.1 لغايه 50.0.0.3 كده كم اي بي؟ 3 اي بيهات. تمام. في البدايه خالص لازم احدد البول اللي انا اشتريته، فهقول اي بي نت بول واسمي البول ده اي اسم، زي مثلا هسميه وين. تمام. البول ده مين هو اللي ستارت اي بي ادرس بتاعه لغايه الاند 50.0.0.3. لو استخدمت الهيد لقيته بعد كده طالب مني السبنت مصر، لقيته طالب مني ايه يا شباب؟ سبنت مصر. هو انا كده كم اي بي؟ افضل سبنت ماسك استخدمه هو كام عشان اطلع بثلاث اي بيات؟ افتح كام بت في الهوست اي دي؟ 2 بت هيديني كم اي بي؟ 4 اي بي هات، ضيع منهم 2 نتورك اي دي وبروكاست اي بي، هيبقى 2، يبقى لازم افتح كم اي بي؟ كام بت؟ 3 صح؟ ناقص 2 هيديني 6 اي بي. تمام؟ يبقى هنا افضل سبنت ماسك اللي هو 3 بت هيتفتحوا، يبقى 255 255 255 248 3 بت و5 اي بي و5 وحيد، يبقى هيديني 248. تمام. دي طريقه. الطريقه الثانيه ان انا بدل ما اكتبها له بطريقه السبنت ماسك ممكن اكتبها له بطريقه البريفكس لينس. البريفكس لينس ده عدد الوحايد، مش هو كله على بعضه 32، نقصت منهم 3 بت بتاع الهوست اي دي 29. يا تكتبوا بالطريقه دي يا تكتبوا بطريقه البريفكس. لما كنت قلت لكم الاتجاه العالمي دلوقتي بالبريفكس تاني ايه؟ طريقه البريفكس. انت مقتنع الاول بالسبنت ماسك؟ اه بالتمام. تمام. اللي هو كام؟ كام يا اسلام؟ 255 255 255 دوت 248. دول كم واحد؟ 8 وحيد، وكده 16، كده 24. 248 يعني كم واحد؟ 5 وحيد مع 24 29 واحد. تمام. في مشاكل؟ طيب تاني خطوه مطلوبه مني ان انا هكتب جمله اكسس ليست، بس الاكسس ليست هنا انا مش هطبقها تحت الانترفيس لاني مش ناويه استخدمه كسكيورتي. امال الاكسس ليست هنا وظيفته ايه؟ فاكرين لما كنت قلت لكم الاكسس ليست بنستخدمه بايدنتيفاي، بحدد بيه ترافيك معين ناويه اعمل عليه اكشن معين. انا عايزه احدد دلوقتي ان الاجهزه دي البرايفت دي هي دي اللي هيطبق عليها الدايناميك نت. تمام. فهاجي هنا اقول له ايه؟ اكسس ليست اللي رقمها سي مثلا واحد ستاندرد عادي جدا. استنى، مش محتاجه ان انا احدد ديستنيشن معين، انا عايزه الناس دي تطلع الانترنت بصفه عامه. تمام. برميت، وبرميت هنا مش معناها ان انا هسمح لهم يطلعوا انترنت. برميت هنا معناه ان الناس دي اللي انا هكتبهم دلوقتي هم دول اللي هيطبق عليهم النت. طب الناس الثانيه هيبقى راوتنج عادي. تمام. برميت لمين؟ لل192 168 دوت 0 دوت 0 اللي الوايلد كارد بالمنطقه. تمام. يبقى تاني برميت هنا معناه ايه؟ ان الناس دي 192 دوت 0 دوت اي حاجه دول اللي هيطبق عليهم النت. بقيه الناس لو في لسه ناس عندي جوه اللان يعني دول اللي هيطبق عليهم راوتنج عادي. واضحه؟ ناقصني حاجه واحده. ايه هي؟ انا حددت بول الاي بي هات وحددت الناس اللي هيطبق عليهم النت، اربط الاثنين ببعض. ما دي جمله ودي جمله مستقله ما لهمش علاقه ببعض، اربط الاثنين ببعض. فهقول له اي بي نت انسايد سورس ليست الاكسس ليست اللي رقمها واحد اللي هي جواها الناس مين؟ دول صح؟ هياخدوا اي بيهات من البول اللي اسمها وين. يبقى انا كده ربطت الاثنين ببعض. تمام. نقرا تاني الجمله بتاعتي. انا هطبق نت ماشي. مين الناس اللي في الانسايد اللي هم اللي جوه الاكسس كنترول ليست اللي رقمها واحد اللي هم الناس دول؟ تمام. لما يجوا يطلعوا بره على الانترنت هيصاروا بالايه؟ الاي بيهات اللي ايه؟ اللي جوه البول اللي اسمها وين اللي هم دول. تمام. لو جيت استخدمت الهيلب انا هضغط انتر دلوقتي، بس ركزوا في الاوبشن ده اوفر لود. واضحه؟ تمام. انتر
ونفس الكلام انزل تحت الانترفيس انسايد فاست 0 على 0 اقول له اي بي نيت انسايد وانزل تحت الانترفيس فاست 1 اوفر 0 واقول له اي بي نيت اوتسايد اي بي نيت ايه اوتسايد. لو جيت دلوقتي ابنك في ريبلاي مفترض يعني ليه؟ انا طبقت نيت ناقصني مين؟ راوتينج بالظبط. لو جيت دلوقتي عند ار 2 وقلت له شو اي بي راوت ها الطريقه اللي على مزاجكم عايزين مين؟ اي طريقه اللي احنا عملناها اللي على مزاجكم هشغل بروتوكول ولا خليها ستاتيك؟ كل الطرق اللي احنا شرحناهم دلوقتي شغال ستاتيك. حاضر هاجي هنا اقول له اي بي راوت اني لو عايز اوصل لشبكه ال 50000 للسبت مصر كذا هطلع من 11001. المفترض دلوقتي ان خلاص شبكه الخمسات هتصل عندي وبالتالي لما اجي ابلغ في ريبلاي وبالتالي لو جيت اقول له تلت تعال اعمل لكم تلت متيرا ترم مثلا اي ابلكيشن عندكم تعملوا بيه تلت يعني في ايه؟ اب تو يو في عندك مليون طريقه يا اما تستخدم مثلا الدوس يا اما تستخدم ابلكيشن مثلا هنا تيرا تر انا عايزه تلت على مين؟ 11002 تلت ولا اس اس اتش؟ تلت مجرد ما اقول اوكي ها دخلني ولا لا؟ باكد لكم بس ان عندي اكتر من طريقه اقدر ان انا استخدمها تمام؟ طيب دي الطريقه بتاعت مين؟ الديناميك تمام؟ اللي هو فهمت قصدك تاني ايوه دايناميك نت وز دايناميك راوتينج تمام. في حاجه بقى احنا قلت لكم ان في اكتر من طريقه حل بيها مشاكل الراوتينج صح؟ من ضمن الحلول دي الامر بتاع البول اللي انا كريتها من 50001 ل 50003 اللي السبنت ماسك كذا في عندي اوبشن كده في الاخر اسمه ايه دراوت اسمه ايه؟ ايه دراوت. تعالوا نعملها بعد بجنينة افضل هاجي اخد كل ده تاني تمام. وبالمناسبة صحيح لو انا كنت عايزة اشوف الترانسليشن تيبل نفس الكلام شو اي بي نت ترانسليشن انتر نفس الكلام تمام شكل كده في نت بايوس اساسا بيكون نت بايوس شغال اهو تمام. المهم تاني لو انا حبيت ان انا امسح التيبل ده عندي امر اسمه ايه كلير اي بي نت ترانسليشن ستار عايز امسح كل حاجه في ايه في الترانسليشن تيبل ونلغي بقى امر الناتج اللي احنا عملناه شو رانينج انكلود نت تمام. تعالوا نعمله تاني هقول له ايه اي بي نت بول هسميها اي اسم تمام رينج الايباد بتاعتي اللي انا شارياها تمام البرفكس لينس صح لغايه دلوقتي. لو استخدمت الهيد هلاقي من ضمن الاوبشنز في عندي اوبشن اسمه اد راوت. ايه اد راوت ده؟ اد راوت ده معناه خد لي الشبكه دي ضيفها كستاتيك راوت جوه الراوتنج تيبل ضيفها لي كايه؟ ستاتيك راوت جوه الراوتنج تيبل تمام. تعالوا الاول بقى نكتب الامر اللي بيربط بين الاثنين ببعض جمله الاكسس ليست وبين تمام. خدوا بالكم الراوتنج دلوقتي عندي واقع لو جيت ابنج اصلا مفيش كونكتيفيتي الراوتنج واقع صح. انا شلت الستاتيك راوتنج اللي انا كنت عملته على ار 2. لو انا قلت له هنا شو اي بي راوت انتر شفتوا ايه اللي حصل الاول بس عايزه الغي ده كده ده
ده اللي كنا عملناه في الليفل اللي فات تمام. لو قلت له تاني شو اي بي راوت، شفتوا نتيجه الاوبشن اللي انا استخدمته بتاع اد راوت ظهر عندي شبكه الخمسينات كانها ستاتيك فيا نفسي فرض يعني فيا نفسي تمام. من خلال انهي انترفيس؟ النتورك النت فيرتشوال انترفيس، يعني برضو من خلال نفسي مش ظهر كانه ستاتيك راوت، يبقى اقدر ان انا اشغل عليه اي او جي ار بي ولا صح. تعالوا كده اقول له هنا راوتر اي او جي ار بي 1 نتورك والنتورك الثانيه 11 طبعا عشان انا في لاب انفايرمنت الصح ان انت تكون مور سبيسيفيك الاي بي والوايلد كارد تخليه كله صفر. ونتورك مين كمان 50؟ لا ثانيه واحده بقى نيجي الاول بس كده عند ار 2 هقول له راوتر اي او جي ار بي 1 نتورك 11 هيطلع لي سيس لوج ان التو راوترز دلوقتي بقوا نيبرز نيو ادجسنسي تمام. مشكلتي هنا في حاجه ان لو قلت له نتورك 50 مش هيشتغل لسبب، هو شايف ال 50 كدايركت كونكتد؟ لا ده قال لي ايه فيا صور، فده عشان يشتغل هضطر للاسف اقول له ريديستريبيوت الاستاتيك اللي انا قلت لكم مش هناخدوه دلوقتي. ريديستريبيوت معناه حقن انجكشن، بحقن شبكات الاستاتيك جوه الاي اي جي ار بي. هو انا شايفه ايه استاتيك 50 بحقنها جوه بعمل لها انجكشن جوه الاي اي جي ار بي، وبالتالي لو جيت انا قلت له شو اي بي راوت مش انا حقنت ال 50 جوه الاي اي جي ار بي فظهر ال 50، ونظرا لان هي محقونه من راوتنج بروتوكول مختلف فبيظهر كانه اكسترنال. وطالما ظهر ال 50 صح، وطالما بنج دخل، وطالما دخل لو جيت دلوقتي هنا عند ار 2 وقلت له قال لي ايه 50001 هو اللي دخل عليك صح. وساعتها لو جيت عند ار 1 وقلت له شو اي بي نيت ترانسليشن جاب لي نفس الترافيك اي سي ام بي وجاب لي التي سي بي. واضحه؟ تمام. باكد تاني عند ار 1 الامر بتاع اللي كنت بربط فيه الاثنين ببعض، الامر اللي كنت بربط فيه الاثنين ببعض تمام. كان في اوبشن كده قلت لكم ركزوا فيه عشان هناخده كمان شويه بتاع اوفرلود صح. نلغي بقى اللي احنا عملناه ده عشان ندخل في ايه في اللاب اللي بعديه اللي هو البيت. احنا قلنا فكره البيت عباره عن ايه ها، ان ايا كان الاجهزة اللي عندي جوه الليل هتظهر بره بالاي بي اللي هو بتاع ال 11، وساعتها انا مش مضطره ان انا العب في الراوتنج لان كده كده ار 2 شايف ال 11 في حالتي كدايركت كونكتد. حتى لو ما كانوش دايركت كونكتد مش هتبقى مسؤوليتي انا خالص لان في هنا راوترز كتير انترنت ما بينهم، وساعتها السيرفيس بروفايدر هو اللي مسؤول عن الراوتنج ده مش انا تمام. وبالمناسبه هنا في اللاب ده لو انا كنت لقيت عند السيرفيس بروفايدر اي بيات 11 كان وفر عليا وجع القلب ده كله، لان ساعتها مش هضطر ان انا اعدل في الراوتنج لان ار 2 شايف ال 11 كدايركت كونكتد. ها واضحه؟ تمام. تعالوا نقوم بقى مين البيت. هاجي عند التو راوترز الاول الغي الاي اي جي ار بي راوتر اي اي جي ار بي 1 تمام. بقى كل الاوامر اللي احنا عملناها الخاصه بالنت ماشي. بيقول لي انيوز اكزت الاول، اخدتوا بالكم من دي؟ طبعا وقف. وكمان بريك مين يلا؟ مين اللي بيقول بريك؟ شو الله يسامحك فصلتني نو اكسس ليست اللي رقمه 1
تمام، وتحت الانترفيس بس تزيد على زيرو نو اي بي نيت انسايد نو اي بي نيت اوتسايد. يلا موضة انا لغيت كده كل حاجة شباب، انا لغيت كده كل حاجة، مش عندي تاني على التوبولوجي اللي قدامكم ده اي حاجة نهائي غير حاجتين اي بي هيت وعلى ار اتنين مفتوح عليه التلت بس. تمام. طيب دلوقتي بقى عايزين نطبق اللاب بتاع مين زي ما اتفقنا؟ البيت. قلنا الفكرة بتاعت البيت ايه؟ مش هشتري بابليك اي بي هيت بقى، الناس اللي جوه اللاب كلها هتطلع بالاي بي البابليك بتاع الراوتر. ساعتها تاني انا مش محتاجة اعدل في الراوتنج لان ار اتنين كده كده شايف ال 11 ريف كونكت. اعمل الكلام ده ازاي؟ ولا اهيف من كده. كل اللي فيها ان انا هقول له الاول هحدد له اكسس ليست. في الاكسس ليست دي برضو هحدد مين الناس اللي هيطبق عليهم النت، هايدنتيفاي الشبكات اللي هيطبق عليها النت. فهقول له اكسس ليست اللي رقمها ستاندرد عادي جدا لان مش عايزه احدد ديستنيشن معين، لا ان جنرال عايزه اطلع انترنت ان جنرال. تمام. بيرميت، وقلنا بيرميت مش معناها ان انا هسمح للناس، بيرميت دي اللي هيطبق عليها النت. تمام. بيرميت لشبكه للوايلد كارد كده. وبعد كده هقول له اي بي نت انسايد سورس، طبق لي النت على الناس اللي جايه من الاكسس ليست اللي رقمه واحد. مش المرة اللي فاتت قلت له خليهم يطلعوا من الايبات اللي من البول الفلانية، لا المرة دي هقول له خليهم يطلعوا من الانترفيس اللي هو في حالتي مين؟ فاست 1 على سيدي. يبقى انا كده بقول له ايه؟ اي حد جوه اللين لما يجي يطلع الانترنت خليه ياخد الاي بي بتاع مين؟ فاست 1 على سيدي. ولو استخدمت الهيلب هنا لازم استخدم الاوبشن بتاع اوفرلود. ايه اوفرلود ده بقى؟ لو انا ما استخدمتش الاوبشن ده، ده معناه ان اول يوزر عندي بس هو اللي هيطلع انترنت. اول يوزر هيحاول يطلع انترنت ده الوحيد اللي هيطلع انترنت، بقيه الناس لا. لكن لو انا استخدمت الاوبشن بتاع اوفرلود ده معناه ان الاي بي الواحد هيبدا يتجزأ على حسب عدد البورتس. تمام. يعني الاي بي دلوقتي مش هقول بس انه هيطلع الاي بي اللي في اللين يعني مش هيطلع انترنت وخلاص، لا ده الاي بي اللي بره في الوان هيتجزأ على حسب البورتس. يبقى هيخدم على كام يوزر؟ ثيوريتيكالي 65000، براكتيكال من 4 ل 10000 جيجا. لازم الاوبشن بتاع اوفرلود. تمام. انتر. وبعد كده هنزل تحت بس زيرو على زيرو اي بي نيت انسايد، وانزل تحت اي بي انترفيس فاست 1 اوفر زيرو واقول له اي بي نيت اوتسايد. خلصت. شفتوا اهيف من كده؟ هاجي بعد كده لو جيت فتحت السي ام دي ابنج على 11.0.0.2 في كونكتيفيتي، وبالتالي لو جيت التلنت يا راجل عملت، وبالتالي لو جيت هنا عند ار 2 وقلت له شو يوزر، مين اللي داخل عليا؟ الاي بي بتاع مين؟ الاي بي بتاع الانترفيس ده نفسه. طب رد بسرعة ولا ولا معايا فاضية معايا في مشكلة لغاية دلوقتي؟ انا مش عارفة ايه اللي عندي يا لهوي. طيب كده احنا طبقنا مين؟ البيت. متهيألي مفيش اتفه من كده صح؟ طب احنا لسه قايلين دلوقتي ان البيت اقصى عدد من الاي بيهات هيطبق هيخدم عليها قد ايه؟ بالظبط من 4000 ل 10000 جهاز. الاول كده لو قلت له شو اي بي نت ترانسليشن، تمام، قال لي ان في ترافيك دلوقتي فعلا جاي منين؟ من 169.0.100 طالع بالاي بي بتاع 11.0.0.1 رايح على مين؟ 11.0.0.2 على بورد 23 اللي هو بتاع الديجيتال. تمام. طيب
مشكلتي دلوقتي في حاجه بقى في الدايناميك ايه هي؟ ان كل اي بي بيخدم على اي بي، كل بابليك اي بي بيخدم على برايفت اي بي، صح؟ طب انا دلوقتي هفترض ان في البيت عدد اليوزرز اللي عندي جوه اللان بتاعتي اكتر من 10000 جهاز، اكتر من 10000 يوزر، اتصرف ازاي؟ اشتري عدد من الاي بي هات، مش اي بي واحد، اشتري عدد من الاي بي هات اللي هي طريقه الدايناميك من الاخر، تمام؟ والامر اللي كنت ربطت فيه الاكسس ليست بالبول، فاكرين الامر اللي ربطت فيه الاثنين؟ تعالى كده في الاخر قول له مسافه اوفرلود، تعالى كده في الاخر قول له ايه؟ مسافه اوفرلود. اوفرلود هتبدا ان هي تجزأ الاي بي الواحد ل 65000 سيشن. يبقى ساعتها معنى كده ان كل بابليك اي بي هيخدم على كام سيشن؟ 65000 سيشن. ايه؟ اللي هو الدقه من 1024 لغايه 65555 الدقه يعني. كويسه بتتكلم عن ماشي سيبك معلش عدي مش مشكله عنده مننا وعلينا تمام. في حد بيعمل لي كده بحاجه؟ طيب شباب ايه؟ تعالوا نشوف بس استخدم الاستاتيك امتى. الاستاتيك ده ليه اكتر من استخدام. الاستخدام الاولاني سي مثلا دلوقتي عندي سويتش جوه اللين متوصل عليه هنا سيرفر، تمام؟ السيرفر ده دونا عن باقي الاجهزه كلها بتاعت اليوزرز عايزاه يظهر بره ببابليك اي بي مخصص ليه هو لوحده. يبقى هطبق بات على الناس دي عادي جدا. لا انا بتكلم دلوقتي على الاستاتيك، ايه لازمه الاستاتيك؟ تمام؟ اول استخدام ليه ان الناس العاديه اللي جوه الشركه بتاعتي هطبق عليها بات، لكن السيرفر ده هطبق عليه ستاتيك نيت، هطبق عليه يا شباب ستاتيك نيت لوحده. واضحه؟ الاستخدام الثاني افرض دلوقتي ان اللان بتاعتي دي فيها كاميرات مراقبه، تمام؟ انتوا عارفين طبعا ان في انواع من الكاميرات بنسميها اي بي كاميرا، تمام؟ الاي بي كاميرا كاميرا اصلا بيبقى ليها اي بي، فليها برايفت اي بي زي مثلا كام 1 ده الاي بي بتاعها 192.168.1 او دوت 0 دوت بس نوسع الدنيا لينا شويه. هنا سويتش، والسويتش ده موزع على ايه؟ مجموعه من الكاميرات، ادي كاميرا الثانيه الثالثه الكام الاولانيه زي ما اتفقنا كام 1 الاي بي بتاعها 192.168.0 دوت 100 مثلا. كاميرات المراقبه على فكره عشان تدخل عليها بيبقى عن طريق بورت 80، تمام؟ الكاميرا الثانيه كام 2 الاي بي بتاعها 101 كام 3 الاي بي بتاعها 102 مثلا. طب انت دلوقتي راجل بره الشركه بتاعتك وعايز تراقب الشركه اللي بيحصل فيها. كان النظام زمان ان احنا بنضطر ان احنا نشتري لكل كاميرا من دول بابليك اي بي. طب ما هو البابليك اي بي هيكلفني. طب والحل؟ قال لك طب ما تشتري لهم كلهم بابليك اي بي واحد بس. اشتري لهم كلهم ايه؟ بابليك اي بي واحد بس. ازاي بقى؟ هفترض ان انا دلوقتي اشتريت اي بي 50001. اليوزر او الراجل صاحب الشركه لما يجي يراقب الكاميرات لو دخل على 50001 على بورت 2000 هوجهه ل 192.168.0.100 على بورت 80، تمام؟ ولو جه دلوقتي يدخل على 50001 ما انا اشتريت ستاتيك اي بي واحد بس المره دي على بورت 2001 هنقله على الكاميرا اللي رقمها او اللي الاي بي بتاعها 101، ولو حاول يدخل على بورت 2002 هدخله على الكاميرا اللي الاي بي بتاعها 102. وضحت الفكره؟ اعمل الكلام ده ازاي؟ انا هوريكم السنتكس بس، انا كده مش بقوم لف عليا، انا بوريكم السنتكس، تمام؟ كل اللي فيها اللي انت هتقوله اي بي نت انسايد سورس ستاتيك، مش ده الامر بتاع الاستاتيك اللي اخدناه؟ تمام؟ هتيجي هنا تقول له ان الكاميرا بتاعتك هتشتغل على بورت 80، طبعا بورت 80 تي سي بي، تمام؟ مين هو الانسايد لوكال؟ صح؟ على بورت الكاميرا بتلسن على بورت 80، طب مين الانسايد جلوبال؟ الاي بي اللي انا شاريه اللي هو 50001 على بورت 2000، تمام؟
كرر لي بقى الامر ده كذا مرة. طبعا السيسلوج اللي طلعت ان هو كريت لي هنا انترفيس وهني اللي هو نت فيرتشوال انترفيس. طب المرة دي هقول له لو جالي ترافيك على او لو عايز ادخل الكاميرا اللي هي الاي بي بتاعها 101 هدخل على بورت 2001. الكاميرا الثالثة اللي الاي بي بتاعها 102 هدخل مثلا على بورت 2002. تمام. وبعد كده وانا بطبق النات اعكس بقى الراجل هيجيلي من بره يبقى الترجمة هتيجي من بره. الاي بي ده هو اللي هيترجم للاي بي الفرايفت. يبقى الطرف ده هو اللي الاي بي نات انسايد والطرف ده هو اللي اي بي نات اوتسايد. تمام. وساعتها صاحب الشركة لما يجي يراقب الشركة من بعيد هيفتح البراوزر يكتب كام 50001 ما يضغطش انتر لانه لو ضغط انتر كده الديفولت انه بيدخل على بورت 80. امال يعمل ايه؟ نقطتين فوق بعض 2000. يبقى ساعتها الراوتر هيوجهه للكاميرا الاولانيه دي. طب لو فتح البراوزر وكتب 50001 كولون 2001 يبقى ساعتها الراوتر هيوجهه للكاميرا الثانيه دي انسول. تمام. نفس الفكره بالظبط لو انا بتكلم دلوقتي ان بدل ما دي كاميرات مراقبه دي سيرفرات وعايز ادخل عليها بالريموت ديسكتوب. لو انا حبيت ادخل عليها بالريموت ديسكتوب نفس الاوامر اهي. هقول له مثلا اي بي نت انسايد سورس ستاتيك. لو عايز ادخل على السيرفر اللي هو اللي الاي بي بتاعه 200 على بورد الريموت ديسكتوب شغال 3389 تي سي بي. تمام. وهدخل على كام؟ نفس حتى الستاتيك اي بي اللي انا شارياه سي مثلا هقول له هنا على بورد 3000 وكرر برضو الامر ده كذا مرة. تمام. عايز ادخل كمان على السيرفر اللي الاي بي بتاعه 201 هدخل مثلا على بورت كام 3001. بس ساعتها وانت كادمنستريتور بره عايز تدخل على السيرفر بتاعك طبعا اتفقنا ان انت هتدخل على مين؟ هتدخل على مين؟ الاي بي ده وهو هيعمل لك ريدايركت على السيرفر اللي جوه. فساعتها وانت بتفتح الريموت ديسكتوب هتكتب هنا 50001 ده الاي بي اللي انت شاريه. اوعى تضغط انتر لانك لو ضغطت انتر انت كده بتدخل على الديفولت بورت اللي هو 3389. امال تعمل ايه؟ نقطتين فوق بعض البورت اللي هو سي مثلا 3000. يبقى ساعتها 3000 هيوجهك على مين؟ هو راح فين ال 3000 هيوجهك على مين؟ على السيرفر اللي الاي بي بتاعه 200. اب تو ذيس بوينت في اي مشاكل؟ تمام. اللي احنا عملناه في الاخر ده اسمه بورت فوروردنج. بورت فوروردنج. تمام. لانه بيتعامل على دي اس ال مودم برضو. لو انت فهمت الفكره هتقدر تطبقه برضو على الدي اس ال مودم. عملت الباكت فوروردنج على الراوتر برضو. انت المشكله عندك في الريموت ديسكتوب بصفه عامه ولا ما قدرتش تعمل البورت فوروردنج؟ ايه المشكله عندك؟ طب استنى اوقف الفيديو.